السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم في مدينة الصويرة القديمة، وهي مدينة غير بعيدة عن مدينة أسفي بالجماعة القروية المعاشات، حيث منحت الطبيعة لشاطئ الصويرة القديمة سحرا خاصا برمالها الذهبية، حيث ازداد عليها الإقبال من طرف المصطافين للتمتع بجمال شاطئها، حيث أنها تجذب المصطافين من العديد من المدن المغربية كمراكش والبيضاء والجديدة واليوسفية، إضافة إلى أقرب مدينة وهي مدينة أسفي، حيث يكتسي الاصطياف بهذه المدينة وهذا الشاطئ هذه السنة مميزة خاصة تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفات لوسيبي، حيث أصبح بفضله يشكل وجهة أولى بخريطة شواطئ أسفي بعدما أتت الكثير من الأشغال الجارية بمشروع تهيئة شارع الحسن الثاني، إضافة إلى شاطئها الذي ازدان بهذه الألعاب الخاصة بالأطفال الصغار، ويزداد الإقبال عليها خلال أيام عطل نهاية الأسبوع، حيث يصل عدد المصطافين حسب تقدير الرجال الوقاية المدنية إلى أزيد من 10,000 مصطاف بسبب هذه المناظر الجميلة، كما أن تواجد شاطئ الصويرة القديمة والذي يوجد على بعد حوالي 30 كيلومتر لا يمنع بتاتا الطبقات المتوسطة والفقيرة رغم تكاليف النقل والمواصلات من الذهاب إليه والإقبال عليه بكثافة، كما أن روعة وجمال هذا الشاطئ الذي تختزل تسميته واحدة من قصص التواجد البرتغالي بمنطقة عبدة ودكالة والشياضمة، حيث قام المستعمر البرتغالي آنذاك بتشييد مركز تجاري وبحري لا يزال موجودا وشاهدا على هذه الحضارة، كما تشاهدون القلعة المطلة على شاطئ هذه المدينة الصغيرة، كما أن خلق وتأهيل هذا الشاطئ عن طريق خلق فضاءات ترفيهية للأطفال وهي مفتوحة طوال أيام الأسبوع، من أنشطة للرسم وللفنون العجين أو للقيام بالغديد من الأنشطة الموازية كالمسرح، إضافة إلى أن تكاليف النقل والمواصلات المنخفضة جعله وجهة استيافية مميزة، كما أن شاطئه الكبير والنظيف بفضل مجهودات عمال النظافة مشكورين عليها جعله وجهة مفضلة لعشاق البحر من كافة مدن المملكة والمغاربة، سواء القاطنين بالخارج أو المقيمين في الوطن المغربي، كما أن موقع الشاطئ والإقبال المكثف عليه خلال السنتين الماضيتين لم تواكبه أي مجهودات على صعيد التأهيل فقط، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الطريق لم تعرف تقوية ولم تعرف بعض الإصلاحات، هذه النقطة هي النقطة السلبية الوحيدة التي يمكن أن نقوم بذكرها. أما من الجانب التنظيمي والأمن والأمان، فالأطفال يتمتعون
ينعمون والأطفال والكبار أيضا يتمتعون وينعمون بجو رائع وبنظافة عالية، لأن كما تشاهدون مناظر جميلة وأصوات رائعة للبحر. كما أن جمالية الشاطئ الطبيعية لا تخفى على الزائر ولا تخفي على الزائر بعض مظاهر الإهمال الذي تعرض له الشاطئ في بحر السنوات الماضية بفعل ضغط الإقبال، إذ يلمس الزائر غياب أي جهد في تنظيف بعض المناطق من الشاطئ رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها عمال النظافة. لذا نتمنى من الزوار الحفاظ على نظافة هذا الشاطئ، وقد حصل بسبب نظافته ومنظره وموقعه الرائع على العلم الأزرق الذي يتخلص منه المصطافون بطرق عجوائية، حيث تتجمع لتشكل مصدر إزعاج للمصطافين. من النقط الإيجابية أيضا هو ظهور حاويات مخصصة لرمي النفايات، حيث أنها تشجع رمي الأسباب، كما أن بادرة لطيفة هي وجود بعض المنصات أو الباراسول المجانية التي يقدمها الشاطئ خدمة للمصطافين. نقطة من النقط السلبية التي تعرض لها أو تتعرض لجمالية هذا الشاطئ هو ظاهرة ما نسميهم كراء موقف السيارات، حيث يتعرض أصحاب السيارات للمضايقة لأدائهم بعض الواجبات رغم أن الشاطئ هو ملك عمومي ولا يجب على أصحاب الجيليات الصفر القيام بمضايقة أصحاب السيارات. إذن نتمنى منكم الإعجاب و الحضور إلى هذا المكان الجميل ودعم القناة بالاشتراك بها ليصلكم إن شاء الله كل جديد، ونترككم مع هذه اللقطات.